دلوقتي جه ميعادنا مع جولتنا الرياضية محليا وعالميا. فريق المصري فاز على فريق الإسماعيلي بنتيجة 1-0 في المباراة اللي جمعتهم على استاد برج العرب بالأسكندرية ضمن منافسات الجولة 28 من عمر مسابقة الدوري المصري ممتاز. بالنتيجة دي بيحتل الإسماعيلي مركز الـ 12 في جدول الدوري برصيد 31 نقطة، بينما بيحتل المصري المركز الثالث برصيد 45 نقطة. فريق زد حقق الفوز على فريق طلائع الجيش بنتيجة 4-1 في المباراة اللي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة 28 من بطولة الدوري ممتاز، وبالنتيجة دي بيحتل فريق زد اف سي المركز الرابع برصيد 41 نقطة، بينما يحتل طلائع الجيش المركز الـ 11 برصيد 34 نقطة. فريق مودرن فيوتشر حقق الفوز على الجونة بنتيجة 2-0 في المباراة اللي جمعت فريقين على استاد خالد بشارة ضمن افتتاحية الجولة 28 بالدوري المصري. أصدرت رابطة الأندية المصرية المحترفة عقوبات الجولة 27 من بطولة الدوري المصري طبقا لقائمة العقوبات بلائحة المسابقات، وتم توقيع غرامة مالية على نادي الزمالك قيمتها 100,000 جنيه، وده بعد الانسحاب من المباراة أمام الأهلي. اللاعب محمود علاء مدافع فريق الكرة الأول بنادي الزمالك أنهى تعاقده مع القلعة البيضاء، حيث ينتهي تعاقده مع ناديه بنهاية الموسم الجاري، واستقر اللاعب بالاتفاق مع الزمالك على الرحيل في الوقت الحالي. منتخب مصر للدرجات فاز بلقب بطولة إفريقيا البارالمبية لدرجات المضمار، ده بعد تصدر لاعبي الفراعنة ترتيب ميداليات سباقات المضمار واللي أقيمت على مضمار الدرجات الدولية باستاد القاهرة، وحصد منتخب مصر 23 ميدالية متنوعة بواقع 12 ميدالية ذهبية و9 ميداليات فضية وميداليتين برونزيتين. نادي إسبانيول أعلن أن ريال مدريد ضم المهاجم خوسيلو بشكل نهائي خلال الميركاتو الصيفي الحالي من خلال استخدامه خيار حق الشراء في عقد الإعارة بين الطرفين. وبكده خلصت جولتنا الرياضية.